هلي ما لبسه وخادم سملهم هلي ما لبسه وخادم سملهم وعلى كبود العدا بايت سملهم إذا أهلك نجم أهلي سملهم وكثير من النجم علا وغاب وكثير من النجم علا وغاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير أحبة المشاهدين والمتابعين والمحبين لبرنامجكم الأدبي والاجتماعي خيمة وقصيد. مساكم الله بالخير وحياكم الله يا من تتابعون هذا البرنامج في داخل الوطن وفي خارج الوطن في هذه الحلقة المباشرة لأولى حلقات هذا الموسم، أعني موسم الربيع 3/3/2016، وداعا أيها الشتاء بآلامه ببرده برجيفه صقيعه بالمآسي التي رآها المهجرون ورآها الناس. أحبة المشاهدين والمتابعين، لن أطيل عليكم هذه المقدمة، ولكن قبل أن نرحب بضيف أمسية هذه الحلقة المباشرة لابد من أن أنبه وأنوه أنه خالص العزاء وخالص المواساة لأهلنا القيارة الزاوية بوفاة الشيخ عزاوي الفرمان العزاوي الزرزور، وحقيقة ابن أبو عجة صاحب المقولة المشهورة عجة وفايتة، الكرم والجود منبعهم. والشيخ أنس بدوره أيضا يشكر كل المعزين، كل اللي اتصلوا به، ويعذر اللي ما قدر يصل، يعذر اللي ما قدر يصل، اللي ما قدر يتصل، أو اللي ما عنده علم. الشيء بالشيء يذكر يا جماعة الخير. أيضا خالص العزاء لهن الوقاع بعمر السعد الله أيضا الذي ذهب إلى ربه. يا جماعة الخير صلوا على النبي، حقيقة هكذا هي الدنيا، هي الأقدار، وهكذا هي الحال. اليوم ضيف الحلقة، اليوم ضيف الحلقة حتى نضع النقاط على الحروف والإصبع على الجرح، يسميها الناس سلوة الأحزان ومؤنس الإخوان، وفي نفس الوقت هو الذي يثير الدمع وينزله على الخدود والأشجان. أجمل ترحيب يليق بالأول في المقام العراقي وفي الوطن العربي أحسبه كذلك، صاحب مسكرة العرب كما يسميه أهلنا الملا منصور أبو نازك. مساك الله بالخير وحياك الله ويا هلا ومرحبا بك من ممشاك إلى ملفاك، وحمد الله على السلامة. الحمد لله على السلامة. وأنت اليوم قبل لا ندخل حقيقة أهلنا الوقاع العزاوي الشيخ أبو أنس، عارف من عوارف جبور، ذهب إلى ربه. اليوم أبو غريب، اليوم الصدر، اليوم المقدادية، كل العراق إلا فيه. يعني هكذا هي الأمور. أنت فقدت حبيب وعزيز أو حبيبة عزيزة عليك اللي هي الحويجة بأكملها، لكن مع ذلك اليوم احنا في هذا اللقاء نحب نسمع منك شيء. وانت بالبداية فقط ابو قيلان والشيخ ابراهيم الوهب وهن المعازيب في اقليم كردستان، لكن نجيهم وحدة وحدة. نعم. وحي الله ابو نازك. حي الله نباك ابو فرقان. الشوق اصبح لدينا كالبحار. نفارج الأحبة فترة، يعني من العيد إحنا ما ملتقين، أنا والجمهور، أنا والأهل، أنا والأحبة من العام. فهذا الفراق أكيد يولد جروح غير مندملة، تندمل هذه الجروح في لقاء الأحبة. اليوم ومن خلال قناة سامرة، تلك القناة السباقة إلى تراث العرب،
والحفاظ عليه وتوفير المادة اللازمة لهذه الاستمرارية، ومن ضمنها تدعونا نحن في كل مكان. أتمنى لها التوفيق، وأتمنى للكادر كله، وأتمنى لسامرة من السين إلى الأليف كلها التوفيق والمحبة الإلهية. لا أعرف كيف أقدم تحية، هل أبدأ من هنا أم أبدأ من هناك، ولكنني أقول لكم هذا القلب كله تحية لكم، فخذوه أيها الأحبة أينما كنتم. كاك عبد القادر أبو قيلان استقبلك في الصيف، نعم، وذهب بسيارته، نعم، ومعه الشيخ إبراهيم الجميلي أبو عمران. إبراهيم الوهب هو هذا أحد خوالي وهذا حقنا عليه، لكن أبو قيلان الرجل الكريم الذي تعب وجاء وساهم في دخول أحمد عز الجبوري بشكل سلس وطبيعي وسهل. جميل جميل. فدائما راعي الأولى، العرب يقولون ما يلحج ما يلحج، هو راعي الأولى صار، وإحنا فعسى أن يساعدنا الله أنه نلحقه ونقدم له شيء يليق به إن شاء الله. إذا مع يعني النازحين ومع أصحاب اللي فقد عزيز أو محب، الشيخ أنس العزاوي الآن يتابعك وهو يعني فقد والده في ديرة وهو الآن في ديرة، وأنت أيضا نسمع أخبار هنا وهناك، ما في مكان أو مجلس أو حبيب إلا وفقد حبيبا عليه، نعم. وش تحب تسمع الجمهور والمتابعين في داخل الوطن وفي خارج الوطن؟ لك سلام من الكويت، من السعودية، من الأردن، من سوريا الحبيبة اللي يتابعوك وهم كلهم أصحاب مصايب، فأنت اليوم يعني احنا في كل هذه المناسبات المؤلمة نعزي نفسنا بما قاله الأخ العزيز الغالي أبو وضاح. أبو وضاح بيت عتابة يبقى مع كل المناسبات. وش يقول بيت العتابة؟ يقول كما حدر الضلع ون وفلهم وفلهم. يا سلام يا سلام. كما حدر الضلع ون وفلهم وعملنا الطيب ملقاهم وفلهم. يا سلام. شذب يا دار لو عندش وفلهم لا خضرتي ولا وردك زهار. يا سلام. فهذا البيت عزبي نفسي وعزبي النازحين ومن فقد ومن فقد ومن فقد، فكلنا كلنا فاقدين وكلنا مجروحين وكلنا دموعنا بطرف العين وكلنا وكلنا وكلنا، لكنه هذا البيت إن شاء الله ينال إعجابهم. له خصوصية وله خصوصية وخصوصا المؤلف الله أبو الله وضاح الله الله ميزان الذهب. كنا عنده قبل أسبوع في العلم هذا الرجل حقيقة، قعدنا وياه وسمعنا بيت عتابة يعني لو بس جاهز كان يشق الأرض شقة. أي بالله يعني، لكن نسمع منك كما حدر الضلع ونه. وفلهم 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 كم حذر الضلع ولا وفلهم يا يابا يا يابا. الله الله. يابا شو ما حدر الضلع ولا وفلهم وعملنا الطيب ملقاهم وفلهم.
بلالي هاني هاني ايش كذب يا دار لو عندك يا ويلي. اي والله كذب يا دار لو عندك شوف الهوم ترى لا خضرتي ولا وردك زهر. لا 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 كذب يا دار لو عندك يا عيوني. اي والله كذب يا دار لو عندك شوف الهوم ترى لا خضرتي ولا وردك زهر. ملال من الوقت خايف ولا العريض يهولي ويلي. الله الوقت الوقت يا ابو نازل. يابا من الوقت طايف. يا ويلي يا ويلي يا ويلي عيني بالدمع طايف يظل الجفين غرقان. يا ويلي لا 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 يا بالدمع طايف. يابا ياكل على طول وياكل على طول ياكل على طول يا يما يا يما يا يما يا يما ياكل على طول. هلا هلا ترى من شهر وسط الحش ويلي ويلي. خايب يا قلبي يا 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 كل على طول بالعاد والعين ذم تهمل ويلي ويلي. الله اي والله على المال المال وصوله والعين دم تهمل ويلي ويلي. يا سلام كيفو
كيف وياك وين ياكل على كيف ويني وين ياكل ياكل على كيف الله ترى من شهر وسط الحشا يا عيوني يا عيوني على كيف ويا كل على كيف بل عاد الواش واصل له خبر يا عيوني يا عيوني الله الله اي والله فرحان حبسي يا يا ترى فرحان حد سيف والواش واصل له خبر يا يا عيوني الله يا سلام يا سلام سالم يا سلام يا ابو نازك صح الله لسانك بارك الله فيك صح بدنك ابو فرحان تسلم بارك تسلم جميع تسلم يا سلام ايه واصل له خبر ها اي الواشي عجيب دائما يترقب الاخبار اها فهذا المنشار ياكل على كيفه الله اكبر فهذا عاد يا سلام لانه بيت ابو ذية يقول وحق من انزل الايه وحدها تلوب الروح يا صاحب وحدها وحدها عجيب الواشي جرد السيوفة ايه وحدها لا تشتب قطع وصلك علي فكيف راسا حد السيف يا سلام وان شاء الله الله يكفيهم شر امهاتهم اي نعم ابو نازك ريثما تتنفس الصعداء وما اعرف المعازيب اذا عدهم لنا اليوم شاي نشرب لنا سكان شاي وياك يا جماعه الخير طبعا لك تحيه وسلام من سيد عادل الصميده مدير عام القناه السلام. وهو مسافر حقيقه يقول ان شاء الله اني باكر جاي ولعلنا نتواجه وان موعدنا الصفه إن شاء الله. طبعاً أحب بس أنبه وأنوه يا جماعة الخير أنا أحب أذكركم ببرنامج تراحيب الذي إن شاء الله سيظهر على شاشة قناة سامراء قريباً وإن شاء الله التوقيت أمر العباد بيد الله والله سبحانه وتعالى أعلم لكن فقط بذيك الحلقة ما قدرت أشكر اللي استقبلونا واللي كانوا بانتظارنا واللي سجلنا معاهم حتى نرجع لأبو نازك بعد إذنه طبعاً نشكر حقيقة شكر يعني يليق بمقام الأستاذ الكبير أبو سيف المهند اللي كان المعزب هناك في تكريت واللي التقينا به وقعدنا وياه ثم بعد ذلك عرجت السيارة إلى أهلنا السوامرة وتحية لأهلنا البنيسان الشيخ مظهر والتسجيل الجميل اللي سجلناه مع عشيرة البنيسان عوارفها شعرائها أدبائها كتابها وشفنا الكثير مما شفناه هناك عند أهلنا الطيبين ثم بعد ذلك ذهبنا إلى أهلنا المعتصم والبوسود العشيرة الأصيلة العريقة المتمثلة بالشيخ طلال وقعدنا وياه حقيقة واستانسنا به المعازيب ما ينسى فضلهم حامد ابن عبد مناف ونظير ابن عبد مناف وكل المعازيب اللي قعدنا وياهم أحمد جمعة وآله وأصحابه وأخوانه وسيد خليل وعبد المنعم وكل المحبين طبعا زياد أيضا ووالده والقعدة الحلوة معاهم انتقلت السيارة بعد ذلك إلى أهلنا الضلوعية وكان الاستقبال الجميل من أهلنا أهل الطوف وسام أهل الطوف والقعدة الحلوة والمعزب الحلو وأهلنا الخزرج متمثلة بالشيخ سعد الخزرجي والشيخ صلاح الخزرجي وكل المحبين اللي قعدنا وياهم وسجلنا حلقة من أجمل الحلقات هناك عند أهلنا الضلوعية ثم بعد ذلك ذهبنا على أهلنا جبور أجمل تحية وسلام للشاعر شاعر الضلوعية الأول بلا منازع يا عمي لطيف الحمد الصالح أبو علي الكريم ابن الكريم اللي حقيقة البيت ماله أصبح ساتر ومع نعم. ذلك يعني إكرام ويسأل الخاطر عليهم حقيقة لا. ومن تلقى منهم تقول لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري الشيخ ذاكر أيضا كانت الأمسية الجميلة أمسية جلس فيها القضاة والعسكر والساسة والجولة الجميلة اللي افترينا بها مع أهلنا أيضا في
سعود آل سعود كانوا موجودين معنا. نعم. ويعجز اللسان عن الأستاذ أيضا أبو محجوب والتسجيل الحلو بديوانه ومقبرة الشهداء والرائع هاشم الجبوري وكل المحبين. وإذا نسينا أحد أو ما ذكرنا أحد طبعا جبور أيضا كانت لنا معاهم ابتكريت أمسية حلوة مع الأديب الكبير والأستاذ الرائع عبد الرزاق العلاوي. عبد الرزاق العلاوي قعدنا وياه وقعدنا مع هن الحور الشرقاط. أما عامر الهزيم هذا سالفته ما تسولف يا أبو نازك. قل لي شلون أبو دريس إذا تشوفه تقول هذا عبد الله الروضان الله يرحمه. الله يرحمه. الله وكيلك هلا ومرحبا وقعدة حلوة. بعدين رجعنا على أهلنا بتكريت وسجلنا مع العوارف وسموه ديوان آل تكريت على نهر دجلة. نعم. وحيث الماء والخضراء والوجه الحسن. الوجه الحسن. وذيك الأمسية التي تكتب بالله. بميزان الذهب. عبد الله الروضان هذا من كثر ما الله حيهم الله حيهم فوق السطح. بالتسعينات الدنيا ظلمة. جت سيارة فاتت على الحوش فهو فوق السطح. الله حيهم الله حيهم ما يدري البيت ما مسيج وانه وقع فوق البيت من كثر ما عنده هلا ومرحبا. أبو دريس يخيل إليك أنه إيش عبد الله الروضان. الجمهور يريد يسمع منك يا أبو نازك ويحب يسمع منك. حيهم إحنا فقط أهلنا الإقليم المعازيب هنا. عندك بيت للناس اللي تروح عليهم. أنت أيضا طواف وزوار والإنسان اللي يستحق منك بيت عتابة أو الشخصية اللي يستحق منك إهداء تكتب عليه بيت عتابة. وأنت كاتب عتابات إيش قد 500 عتابة صار لو 750 والله بهال بين هالبنات الديوان ما انطبع مال العتابة بعد ما انطبع المفروض ينطبع لأنه تدري تمتع من صديقك كل يوم. صحيح. فما تدري الفراق متى يكون وأنه يعني الإنسان لازم يخلي له أثر. احنا طبعا وين ما نروح نلقى معازيب رائعين. معازيب انت لما تروح للمعازيب يعني بالنسبة لي عندي عتابة. عندك عتابة؟ انا شعر عتابة هذا الأسلاح مالك. عتابة اختصاص الخاص العتابة. اقدر اقول الزهيري والنايل والشعر لكن الاختصاص الخاص عتابة. حلو. فأينما ذهبت تلقى الوجوه الطيبة في كل مكان مثلا في سوريا مثلا في الإمارات مثلا في الكويت مثلا في ما عدا دول أوروبا ما يفتهمون عتابة لكن أهلنا. فإحنا هنا يعني إحنا كنا بمضيف إمام مسعود كاك مسعود كاك مسعود كاك مسعود معزب راقي وأبو قيلان. هي. أبو قيلان برهن اليوم من خلال الاستقبال. يعني هدية مني وسلام الكاك مسعود والكل الأكراد أني بالنسبة لي كلهم أحبهم. يا سلام كلهم. فهذا البيت يليق بمقام كاك مسعود. نسمع البيت قبل لا تجر يعني الضبابة نقوله. ايه. فليزعل ليرضى احنا. هذا هدية للمعزب ونعم المعزب. يا سلام. فيقول هذا البيت يقول تحية المصطفى البرزاني ومسعود. تحية المصطفى البرزاني ومسعود أطرك من أطر جوري ومسعود. يا سلام يا سلام. عساك تعيش بفرحك ومسعود وتسوي للكرد جنات الأطياب. الله الله. هو الله هو الله. يعني يسعى للكراد. يا سلام. وإن شاء الله إحنا هم وياهم. فهذا البيت هدية للمعزب والمعزب قلت لك برهن عليها أبو قيلان. فإن شاء الله يعجبهم وتحياتي لكل الكراد في كل مكان وأينما كانوا. نسمع 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 ومسعود. نسمع. يا سلام. هذا البيت بلش صادف أنه نلتقي هناك نصيح عنده. حتما إن شاء الله. ها. إيه. أما الجمهور يريد جديد. زين. من أحمد عزيز. زين. من البيوت الجديدة اللي راح أقولها للأحبة الجمهور اللي هم تاج رأسي. رحت إلى طبيب العيون. أيها الإخوة الأعزاء وكلكم تشوفون يعني عيوني صغار يعني شوفونها صغيرة. فتعبانة من السهر تعبانة من 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 من. رحت إلى طبيب العيون وفحصت العيون فقال لي أبو نازك عندك الشبكية اليمنى يعني شوية تعبان.
فكتبت له بيت عتابة خليته على الميزمال وطلعت قلت له ربع شوف البقى بالعين وشل. الله أكبر. ربع شوف البقى بالعين وشل وأبد ما لم الجرح بخياط وشل. عسل واشي بسوء الحال وشل القطع وصلاي من عندكم يا الحباب. الله 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 يا سلام. بيت آخر يقول يعني هذا عهد يعني شلون تقول الواحد جيب فيقول هذا البيت يقول عقب عينك بعد معشك ولا حب ولا حب عقب عينك بعد معشك ولا حب ولاه عود يشتلونه ولا حب ولا حب تمام شعاع القمر من يشرج ولا حبروس وجناتك وسقاها الندى. الله 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 الله. وكثير 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 من العتاب الجديدة اللي الجمهور يحبها بشكل كبير. يا سلام. إن شاء الله إن شاء الله تيجيهم. يلا الآن بسمع الآن نشوف الرباب وين تأخذنا على أي بيت عتابة. يلا يلا. قل لي أنا أعرف الرباب كلمة الرباب معناها السحاب. إيه؟ الرباب باللغة السحاب. الربابة السحابة لو وش تعني هذا الربابة؟ والله الربابة كلمة يعجز عنها الواصفون. أها. كل من يفسرها على ليلى. على ليلى. إذا دعها هكذا وخلنا نأخذ من الرباب المزن تمطر. تمطر مي وتمطر وتمطر في الرباب يعني من أنها تمطر حزن. يا سلام. لأن هي حزينة حتى وإن كانت فرحانة. حلو. إذا هذا هو الأقرب والأجمل. تمام. حتى بعد هذا عود ناخذ لنا إهداءات كثيرة وصلتك من سيد حكيم وغيره لكن خل نسمع وبعدها نسمعك الإهداءات. نعم. بس شاي بس شاي بس شاي غذاي عقب حلوة الطول بس شاي يا ياما يا ياما يا أبا عقب حلوة الطول بس شاي ويا جرح ما يفيد وخياط بس شاي هلا هلا بل آني أنا صرخ صرخ قطار الشوق يا عيوني يا يابا صرخ صرخ قطار الشوق بس جاي ولا جر فرقه الفراق الأحباب الله الله لا 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 صرخ صرخ قطار الشوق يا ويلي الله Thank you.
الأمصار والأمصار والأمصار عنهم سار والحادي يا أبو يا أبو يا أبو عنهم سار والحاد والمصار وجرح ناصر بدلال والمصار بلالي انا ما عاد الدار تحلالي يا عيوني اي والله أنا الما عاد الدار تحلالي والمصار وحس اللي بديري تغربة والجناب لا 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 ما عاد الدار تحلالي يا عيوني الله الله الدار تحلالي والمصاير وحس اني بديرة غربة والجناب بل عاد راتك بحالي عاد لعن الزيالي وإلي لا 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 راتك بحالي سالب سبب فرقك ترى السالب سبب فرقك السالب سبب فرقك بلا تعال مش الدمع ويلي ويلي بسبب فرقك بل عاد كل يوم خمسة إلك ويلي ويلي يا خايب القلب هين هنا بس
تبد هنا هناك وكل يوم خمسة لك ويني ويني الله أكبر. يا سلام يا سلام يا أبو نازك يا سلام فرقاء. تسلم سالم. تسلم تسلم صح الله لسانك صح بدنك وبارك الله بيك. وحقيقة إهداءات إهداء من مهندس الصوت صدام فوزي الجويني إلى المتألق النجم الرائع ضيف برنامج خيمة وقصيد الأستاذ الكبير أبو نازك أحمد عزيز الجبوري اللي نور قناة سامراء اليوم، وإلى مروان مجيد أبو الحكم، وإلى عباس أبو منار، وإلى مقداد أبو سرى، وإلى أم حكم وأم سرى وأم منار، وألف الحمد لله على سلامتكم، ويا رب يجمع شملنا بالقريب العاجل. وتحياتنا إلى الأخ على الشمري صدام فوزي الجويني. أم صالح أيضا حتى نأخذ الفاصل، بس نأخذ أم صالح أيضا أرسلت لك تحية وسلام يا أبو نازك، وداز معها بيت زهيري هذا الطائية تقول والله تدر القلب ما يوم عنكم مال والله تدر القلب ما يوم عنكم مال، ولكم مودة تظل مثل الذخر والمال، انت العبرت الصعب والصعب عنك مال، والطيب منبع أهلك وانت أهل للطيب، أجمل صفات البشر من ينذكر بالطيب، معقول كلها سوى من تنوصف بالطيب، الطيب ما له ثمن لا بالذهب والمال، الطيب ما له ثمن لا بالذهب والمال. سلامي إلى ابن العم وإلى اللي نور قناة سر من رأى سامراء الكبير أحمد عزيز الجبوري أبو نازك، وإن شاء الله الملتقى الآخر بديارهن الحويجة. وسلامي أيضا لجميع الكادر وإلى المخرج المتألق سيف المهند، ومن خلالكم إلى مفوضية كركوك أجمل التحيات لهم مع خاص أبو الكثيرين، وأيضا إلى ثانوية الفرات وأهلنا التركمان في شتى الورد كركوك وكل المحبين. خلينا نأخذ هذا الفاصل وبعد الفاصل نستأنف فقرات خيمة وقصيد، فابقوا معنا وحياكم الله. أهلا ومرحبا بكم أحبة المشاهدين والمتابعين في أمسية الخيمة وقصيدة المباشرة، والضيف لعله الأول والأخير لهذا الموسم حتى يفتح الله بيننا وبين قومنا بالحق وهو خير الفاتحين. يا جماعة الخير أيضا ما ننسى أهلنا العلم اللي محمد المياح اللي عزبنا حقيقة، وهلنا العباد اللي قاعد نعدهم، وأيضا أبو وضاح اللي أخذنا الفواصل الجميلة والقعدات الحلوة وتلك الأمسية مع مغيب الشمس التي راح يشوفونها من خلال برنامج تراحيب وبرنامج خيمة وقصيد، كان مسك الختام وختامها مسك مع هن جبارة والقعدة الحلوة مع شيوخهم وعوارفهم، وكلهم عوارف حقيقة. تحية وألف إلى نقيب عامر وإلى ملازم عبد الله الشمري وإلى ملازم غوث التكريتي وإلى كل المحبين اللي حقيقة كانت لنا معهم هناك لقاءات جميلة في السيطرات، وأسأل الله أن يحفظهم جيش وشرطة وبيشمرقة وكل المحبين. المخرج يقول سلام من أبو ترك الملالي أيضا لك يا أبو نازك، ويريد منك أغاني الحصاد. طبعا سلسلة كبيرة من المشاركات من الإهداءات من السلام، لا أعرف أين أبدأ وأين أنتهي، لكن أهلك بأسكيموصل، أهلك بأسكيموصل أجبر شويخ سفيان وغيره، دازيلك بيت عتابة حقيقة ضاع من بين مئات الرسائل اللي وصلتنا اليوم على صفحة خيمة وقصيد. تدري نزلنا لك منشور من الظهر فالظاهر انتشر انتشار النار بالهشيم. يريدون منك أغاني الحصاد لأنه ما بعرف إيش بقى من الوقت، الحمد لله الوقت لا زال مستاسع. لو تختار أنت للجمهور شيء بشوا وحزنوا واللي فارق أبوه بديار مثل ما يقول غربة شيخ أنس، واللي فارق محب واللي فارق شهيد واللي فارق عزيز واللي فارق وطن بحاله مثل ما أنت مفارق الحويجة وأنا مفارق القيارة، لا بد من أنه نغير الموجة نحو الابتسامة ما دام أن هذه الرباب اللي هي تمطر سحاب وتمطر حزن وتمطر شوق وتمطر محبين. الملا منصور يسمونها مسكرة العرب، يقولون إذا جر الرباب أبو نازك واثنين تبالشوا ما عليهم ودي، في مذهب جبور هذه خاصة. تحية لجبور وتحية لكل الأشائر. إيه بالله. وتحية لهم جميعا لأنهم كلهم أهلي. يا سلام أهلي. يا سلام يا سلام. إحنا إذا نغني حصاد، الحصاد يجي ورا النايل، ورا النايل يعني بيت نايل إيه؟ ننطلق إلى المنجل. حلو.
مثل عكس سويحلي، سويحلي لازم يقطع عتابه، لازم عتابه، فهو ابن العتابه، لكن المغني الحصاد يجي على وزن النايل. النايل وش يعني النايل؟ شوي احنا انت كنت ضيفنا حقيقه في شرحت لنا عن النايل. نعم. ولمن اراد متابعه النايل يرجع على حلقاتنا باليوتيوب اللي سجلناها قبل عام او يزيد. نعم. لكن نسمع منك النايل حتى نروح على اغاني الحصاد، نستثمر هذا الوقت الثمين معك يا ابو نازك. يولا باشر ترى نمشيل، باشر ترى نمشيل، وباشر باشر ترى نمشيل، وباشر بايا يا باشر ترى نمشيل. والله المشفق علينا يجي يا عيوني يا عيوني. يا سلام. أوف 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 باشر 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 ترى نشيل. الله الله. بلا يحجني على فراقكم يا عيوني يا عيوني. يا ولا عيني لصبغ دني لبني. نصبغ دليل بنيلي حجلي على فراقكم يا عيوني يا عيوني. يا سلام. الله الله. اسمع ابو صدق اسمع. عيوني مسهرة ليل البثر لي على الغر العبد مالو تماثيلي. الله 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 الله. ما ادري والله. الف الف الهلا مسلوب هالقام عمل لغيرنا ما صار نجذامه. والف الف الهلا بمسلوب هالقام عمل لغيرنا ما صار نجذامه. الله الله. ادور بالعرب ما لقى على رهامه عينه مكحله وما تحوج الميلي. ادور بالعرب ما لقى على رهامه عينه مكحله وما تحوج الميلي. الله الله. عيوني مسهرة ليل البثر ليل على الغر الأبد مالو تماثيل. الله 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 الله. يا سلام يا سلام. يا سلام يا أبو نازك. أحسنت أحسنت أحسنت. والله يا أبو نازك ما بعرف وش أقول لك، رسائل حقيقة
من صاحب الرجولة والأناقة، وأيضا من صديقات سيف المهند من بنات سامراء، أيضا فن قساية سامراء دازت لك تحية وسلام مثل ما يقول المخرج. ضياء سامي أيضا من الضلوعية داز لك تحية وسلام، وميار العاني أيضا دازت لك تحية وسلام، والشاعر حمد السبهان صديره أيضا داز لك تحية وسلام، والهادئ الطيب حقيقة أيضا داز لك تحية وسلام، عمر التميمي أيضا داز لك تحية وسلام، والقائمة تطول من أهنب الطوز إلى أهنب البصرة إلى أهنب صلاح الدين إلى كل المحبين حقيقة. بالله عمر التميمي ونسيم الصباح وأبو سام الجبوري محمود أسكي مواصل. طبعا أنا فقط بعد ما أعلننا عن تراحيب الفيسبوك حقيقة وكلام، بعد ما نزلنا مقطع جتنا دعوة من أهلنا الجبور هين في أربيل، الشيخ ياسين الظاهر قال إن شاء الله تجون وتسجلون عندنا برنامج تراحيب. تحية طبعا للشيخ ياسين الظاهر. نعم. وللواء الركن أبو دحام أبو دحام الجبوري أبو حسام. اي بالله هلا ابو حسام وصديره هن حقيقه يتابعون اليوم والرملي وحتما الان يتابعون ايام كلهم مشاركات عديده رسائل اشواق الكل تسال عنك يا ابو نازك، لكن المخرج يقول اريد نستثمر اليوم. نعم. لانه اللقاء معك لقاء ذو شجون حقيقه ونادر. أنا أشكر تلبية الدعوة والحمد لله على سلامتك. الله الحمد لله على سلامتك يا أبو نازك، هذه أول طلعة لك بعد ما الله سبحانه وتعالى شافاك. الحمد لله. إيه والله أم نازك والكادر التعليمي بعيد المعلم، وحنا اليوم بالربيع وهذه أول حلقة بهذا الموسم، ويقول لك المخرج بقت 5 دقائق من اختياراتك شيء تختاره للمعلم للمربي للأستاذ للأم للأب للمحبين جميعا بلمسة من لمسات أحمد عزيز الجبوري أبو نازك، لأنه يعني كلها تطلب من عدنا، والإقليم أيضا يعني راح يمر بأيام من أيام الاحتفالات إن شاء الله. نسمع منك شيء من اختيارك أنت للجمهور. طبعا الكويت يسلمون عليك ما أنسى أبو ليث. إيه والله أبو ليث من الكويت. أهلا. وكل المحبين السالف بسدي وانا بيك يا ابا يا ابا يا ابا يا ابا السالف بسدي وانا بيك الفكر مشغول يا مدلل وانا بيك بلا لياني انا الفوق الضيم يا قلبي يا ولي Thank you.
والله فوق الظلم يا قلبي والنبي ايك سود بحرها على جمر الغض. لا 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 فوق الظلم يا قلبي يا عيوني. الله الله. ترخصون عزايا يا أز. الله الله. ولي يا خلهم ينقوم العيون 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 من حق العيون والله من حق العيون وتبكي عليكم ذا يا أم. حق يا سلام وداير لهج عبودي سنبر دقيق والمال سخيب فراقه على شيشيل. وكل من قل شوف رقدتني وانت حشاشة قلبي وقرة عيني. الله الله. وكل من خل شافش رقدتني وانت حشاشة قلبي وقرة عيني. الله الله. وسايم عليك العسكري علميني ورد الكوبر من سوالك قرميل. الله الله. وسايم عليك العسكري علميني ورد الكوبر من سوالك قرميل. داير لهج عبودي سنبر دقيق والمال سخيب فراق وعالي اشيشي. الله الله الله. يا سلام يا سلام يا ابو نازك. لم يكن فيها من العيب سوى انها مرت كلمح البصري. تحيه لهن المسح حق المقدم ابو فاروق العلو وتحيه لهن الخصم الحوري الفرج اللفته. اخر ضيف واول ضيف حتى يفتح الله بيننا وبين قومنا بالحق وهو خير الفاتحين. ألتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة. لا يسعني إلا أن أشكر ضيف
أمسية الأول والأخير أحمد عزيز الجبوري، وأعتذر من كل اللي دزونا حقيقة مشاركات ومساهمات وما ذكرناهم، نطلب منكم السماح وإن شاء الله الحلقات القادمة راح أطلع وحدي. أبو نازك تسلم وتعيش، ما قصرت والله، بارك الله فيك. مر الوقت سريع، مر الوقت سريع، مر الوقت سريع، الحمد لله. وأنتم أيها الأحبة حقيقة ألتقيكم إن شاء الله. تحية للكادر الذي كان هنا، المصورين والهندسة الصوتية، وهذه تحية المخرج لكم سيف المهند، حتى ألتقيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك.